المساج اللي نحب نقوله انه بالحق معناتها كل شيء كتبه ربي، معناتها راهي فيها خير، معناتها سواء نجحت ولا تحت كنترول، معناتها ولا ما اسعفكمش الحظ، معناتها راهو بالحق هذاك الكل تقدير من ربي، وامنوا برواحكم وراهو بالحق معناتها ما فما حد شيء امبوسيبل، معناتها تنجموا تعملوا كل شيء معناتها اذا كنت تحبوا. وننصحكم معناتها تكونوا شغوفين هكا بالسبيسياليتي اللي تقراو فيها وحبوا في شنو تقراو باش نجموا تنجموا. نورتنا الحقيقه شيماء ضيفاوي، متحصل على معدل 18.35، ان شاء الله ديما ناجحه، ان شاء الله ديما متالقه. نخلي لك كلمه الختام، شنو تحب تقول؟ كلمه الختام، والله نحب الحقيقه نشكر، معلش انا كيما قلت لكم معناتها ما عنديش الحقيقه توا رغبه في اني نخرج لبرا، وبالحق معناتها ننصح اي عبد، معناتها انا مشني كونتر القرايه لبرا، ما بالحق معناتها ننصح العبد الكل ماذا بيكم معناتها تعملوا اللي تحبوا عليه سواء تقراوا لبرا ولا في تونس، اما بالحق يلزمنا معناتها في الاخر كلنا نرجعوا لبلادنا وننفعوا بلادنا، وراي بلادنا متقدم كان بينا، معناتها مشنا باش نستناو حد اخر باش يجي ينهض بينا. ويلزم كل واحد يتحمل مسؤوليته تجاه روحه تجاه عائلته تجاه المدينه ولا معناتها حتى المعتمديه اللي جاي منها وكل شيء، ويكون معناتها ديما حاطط في باله انه معناتها يلزمني انا نرجع ونرد الجميل معناتها لبلادي، حتى لو كان معناتها مريت بظروف صعيبه وحسيت ساعات انه معناتها فما معناتها كما يقولوا معناتها تعطي ليت ولا حكايه صعوبات صحيت صعوبات، معناتها راهو في الاخر معناتها تونس بلادنا الكل، ويلزمنا بالحق معناتها نقفوا لبلادنا وامنوا برواحكم وكهو معناتها والعمل على ربي.